دم دم الى هوبا دم 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 تصريح من خط السير. اشرب وهيس وانسى البوليس. حصلوني. ادي عزك الكذب. قلت لي بقى مين اللي مشغله؟ ما انا قلت لك يا باشا قبل كده مين اللي مشغله. ما تفكرني. العجوان يا باشا. واللي اسمه سامي ده ملوش دعوه باي حاجه، ده منظره بس يا باشا. كده فكرتني. بأمارة قلت لك انه قريب ابو عجوه. صح يا باشا، بس هو ما يقربش لابو عجوه يا باشا. العجواني حاجه وابو عجوه حاجه تانيه يا باشا. بالاذن انا بقى يا باشا اخلع قبل ما العجواني يجي، عشان لو لمحني هيلبسني اسود اكتر ما انا لابس يا باشا. باي باي استك. باي باي يا باشا. اديني 10 دقايق وبعدين تهجم بكل قوتك. حاضر يا فندم.
يلا يا عدواني، العزا خلص. على فين يا حبيبي؟ على فين؟ على النادي، هناك بيقدموا وجبات غذائية مفيدة. لا يا باشا انا واكل ومية مية، مش عايز. مش عايز؟ ده انا جايب لك بدلة التشريفة معايا، قصدي بدلة النادي، انت وحبايبك اللي معاك دول. نقطة حلوة قوي، والتهمة ايه بقى المرة دي؟ التهريب والتجارة في الطرب، قصدي الترب. انا زبون هنا ومليش دعوة بأي حاجة. احنا عارفين ان المكان ده بتاعك، وان سامي ده وجهه وبس. سامي؟ سامي مين؟ انا معرفش حد بالاسم ده. احنا عرفنا كل حاجة. من أستك؟ أستك؟ أستك مين؟ أنا أول مرة أسمع الاسم ده. إيه ده؟ هو ده البن المحوج؟ إيه، أعمل لك فنجان. اخرس! يلا قوم معايا أنت أهو. على فكرة أنت كده بتضيع وقتك. أنا أضرب وقتي منك. المهم أنت تدور على محامي شاطر. محامي واحد بس؟ أنا معايا هيئة محاميين من جامعة القاهرة ومن كامبريدج ومن السوربون، مش كده يا أنح؟ كده يا ريس. اطلع لك عنتر، كل اللي راهم عليه شبهك من بني عبس. شايفوك؟ نعم؟ أنا جات لي فكرة. فكرة إيه؟ ما الموتوسيكل راح خلاص. بس عارف يا خسارة الموتوسيكل. أنا طوعك ليه؟ أطوعك ليه؟ نفسي أفهم. ده أنا لسه لحمه امبارح، كان فيه خرمين. يا خسارة اللحام، يا خسارة اللحام. أنت ما أنتش عارف الموتوسيكل ده إيه بالنسبة لي؟ ده ورثي الوحيد عن جدي الله يرحمه. هفتح لك عجلاتي في نفس المكان اللي كان فاتح فيه جدك. مش محتاجين الا تيه الليله. ماشي. مساء الفل. خطوبه، طهور، سحور، اي حاجه. دي العمليه مجنطه خالص. ماشي حسن. بقولك ايه يا حسن؟ قول. استنى استنى هنا. ايه في ايه؟ انا تعبت مش قادر اكمل والله، جعان وتعبان يا حسن، وبعدين عندي مغص وحاسس ان الكلى ابتدت تشتغل عليا. مش عارف انت لو تسمع كلامي، احنا نعيش في البلد دي ملوك. ملوك؟ ملوك ازاي ان شاء الله؟ انت عارف قشطه اللي نزلوها في السباق دي على اخر لحظه؟ الحصانه دي ما كانش معمول حسابها في السباق، نزلت وهي اللي قشت. لو انت عايز تراهن على قشطه، القشطه دي اللي هتقشطها على الاخر. يا جدع انت ما حلتناش حاجه امبارح. اقلع لك هدومي يعني عشان تستريح وتبيعها؟ يا عم تقلع هدومك ايه؟ ده انت صاحبي اللي طلعت بيه من الدنيا دي كلها. ايوه ايوه، الشويتين بتوع في رمز انا فاهمهم. قول عايز ايه؟ هات من الاخر. لا في عندنا حاجه كده يعني مش محتاجينها، لو رهناها هتفك ازمتنا. احنا عندنا حاجه مش محتاجينها؟ ايه دي؟ الساكس وترومبت. انت طرقعت على الاخر. ولو جالك شغل هتزمر بايه؟ بمناخيرك ولا بوقك؟ تعال بس تعال. اجي فين يا جدع؟ ايه مفيش حاجه النهارده؟ امتى تاني؟ ان شاء الله جنازه حتى. صحيح، اللي اختشوا ماتوا. حبيبتي يا عسل يا مدندشه. ازيك يا ابله فضيله؟ استحملت انا السبت اللي فات. عاصم ما انت عارفه روحي بقى، انا ما منعنيش حد غير الشديد القوي. طبخت له كل اللي عايزه، الحلو والحادق. والحادق ده لسه موجود؟ كنت فين يا عاصم؟ كنت فين يا عاصم؟ يا اخي ما احنا كنا مع بعض. الله انت تنسى ولا ايه؟ اصل الواد زكي تعب، جات له كلى وكريزه بقى، مش هقول لك. نقل دم وقصه قصه. صح، نقل دم منه عشان كده دم تقل شويه. ما انت عارفه روحي بقى، احنا فصيله دمنا واحده. اوه هنكون في فندق 5 نجوم في الغردقه، واكلين شاربين متنيلين. ها؟ لا لا ما تخافيش عليهم، هيكونوا في مسؤوليتي. ها؟
ها؟ تاني هما بنتين ساكس وترومبيت هي قصه ابو زيد. نعم انا مين؟ انا مازن. مازن قفلت السكه. ايه ده؟ دي اصلها كانت في العلوي قوي ووقعت، جالها انهيار عصبي بعد عنكم. ايوه يعني احنا كده ناقصنا بنتين. ما تكلم الست هواني. المهم في شغل لينا ولا لا؟ طبعا عندنا طلبيه ترومبيت وساكسفون. ترومبيت؟ مش كده يا صفية؟ ايوه يا فضيلة. يا صفية هو انت هنا يا حياتي؟ طب الشغل ده فين؟ الله يرحم زمان والفنانين كلهم بتوع زمان. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه بس دلوقتي؟ كان لازم يعني واحدة تتجوز والتانية تخلف والتانية تعتزل. انا عايز الحق الاتوبيس. وانت؟ انت يا زفت الطين اللي اسمك راضي، انا عايز افهم كنت فين بقى لما واحده اتجوزت والتانيه خلفت والتالته اعتزلت؟ ها انا خلاص مش طايقاك ورمت منك، انا قررت افصلك. وانا موافق يا ست نهايه، بس لازم تبقوا عارفين حاجه، انا بشتغل مدير فرقه مش نادورجي. سلام يا خي النادورجي. ايه وبتعمل ايه في اسكندريه؟ واضرب بابا يا ستي، اتعادت مع صالح القانونجي. هو صالح الانونجي عمل فرقه؟ سامح منال، نبيل ناجي، حنان واختها. حنان واختها بس لقيتها. ايه رايكم في حنان واختها؟ مين حنان واختها؟ حنان واختها انا قريتها كده زي عمر ودياب، دي عليها حته رجل حنان واختها، ده مقاس جزمتها 45. يا حضرة مدير الفرقه، حنان واختها بيجهزوا الدخل تختوم الكبيره، بس حضرتك ناسي. انا بقى عندي راي، نقفلها ونجيب ضرافها ونبطل شغل. يلا يلا يا استاذ راضي، وما تنساش ميعاد الاتوبيس بكره. مساء الفل. مساء الخير يا باشا، احنا كنا جايين عشان الشغلانه بتاعت الغردقه دي. ايوه انا مازن. وانا زكي. وانا عاصم. حد قال لكم انا عايز قرود؟ يلا يلا يا فوق الجواز. سعادتك بس قرود ايه؟ مش حضرتك عايز ساكس وترومبت؟ ايوه الالات مظبوطه بس انتوا لا. واحنا لا ليه يا فندم؟ ايه الغلط فينا يعني؟ هنلخبط الباتي على السيكا ولا هنعمل لك صبا ونقول لك ده جاز؟ جاز ايه يا ابني انت؟ حجاز. حجاز شكلكم كده ما ينفعنيش. حكايه الشكل ده احنا اهو احنا اهو. الله يا ابني بتبقوا بنات؟ لا بنات صعب قوي. بنات ايه؟ هي دي فرقه بنات؟ ايوه يا سيدي ايوه فرقه بنات. ها اتطرقوا بقى بعد ما اللي بتعملوا فينا فضيله وصفيه. هنبقى ستات على اخر الزمن. ضل ناقص. لا علم حضرتك يا باشا، احنا لو بقينا بنات هنبقى بنات كده، بنات افكار، بنات لوس. وايه اللي ناقصنا يعني؟ باروكتين و وبالونتين وبدل البدل جيبات وفساتين، ونرقص لك رقص ولا اجدع رقاصه. تعرف عاصم ده لما يتقصع ولا فيفي عبد؟ باشا باشا زكي يا باشا بقى في القصير مش هقول لك. حبيبي يا عمر، حبيبي يا عمر يا عمر. صاحبك سخن شويه ونسمي نفسنا عصمت وزكيه. ايه رايك يا عصمت؟ عصمت وزكيه. يلا شكينا باشا. يلا يلا. على فكره فرقه انغام الليل عايزين ساكس وترومبيت الليله ب 150 جنيه. موافقين يا باشا؟ والله العظيم موافقين. موافقين ايه؟ انت عارف انغام الليل دي ايه؟ دي الفيوم تروح على 150 جنيه. وايه يعني 150 جنيه؟ نرجع الموتوسيكل ولا اقول لك ياض احنا نراهن بيهم على قشطه؟ بس مش هراهن على حاجه خالص. ايوه يا شمشمه. يلا عملت ايه مع البنتين بتوع محاسن العلمه؟ بالحق واحد دلوقتي هنسافر الفيوم ازاي؟ ده سفر يابا. ما تقلقش تعالى بس تعالى. عملتوا ايه يا بنات؟ عملنا كده اهو. يا الأمورة هتسهر فين النهارده؟ لا النهارده في فيلم هايل في التلفزيون. بذمتك يعني مش عايزه تمشي شويه على النيل كده مع بعضينا؟ لا ماليش مزاج ومش عايزه اتمشى. طب كنت عايز العربيه النهارده. عربيتي يا نجل. النهارده بس.
النهارده بس. بس النهارده بس يا عزم يا عسل. عسل انا عسل يا انا عسل 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 عسل. بقول لك ايه يا عسل؟ ما تسيبك من البنت الفضيله ديت وتسيبها لنا شويه. ايه طبعت ولا ايه؟ البنت عجبتني بصراحه. فرق برج عندك ارض تهوى انا. ارمي اللي في ايدك على الارض. ارمي. حط ايدك في دماغك. في دماغك. هو احنا اسرع حرب لا مؤاخذه يعني؟ انت هتستهبط؟ لا انا بسال يعني. فتش وما دوكش. معاكوا سلاح؟ سلاح يا حضرت. احنا على فكره انا ذكي. انا ذكي ذكي. بلعب ساكس. اثبت. من انا عاصم؟ لا انا اللي ذكي. من عاصم؟ انا عاصم بلعب ساكس وانا بلعب ترومبت. ولو حضرتك مدقاك الحكايه ديت احنا ممكن نعتذر. مزيكاتيه؟ لا نصحيه. تعمل ايه هنا انا؟ جايين ناخد عربيتنا. فين دي عربيتك انا؟ انهي عربيه؟ انتوا مش عارفينها ولا ايه؟ لا مخطوطين بس. يا دي علي. يا علي انت بتجرش عربيات من ورايا انا؟ معقول يا باشا؟ احنا عربيتنا الفولكس الحمراء اللي واقفه هناك دي. ايوه الحمراء اللي هناك واقفه فولكس. خد عربيتك وخلاص انتهينا. تعال دوكش. تعال العب بابا. ايه الجراش ده؟ طلع معاك الاسعة طلع برا. اسمع الترابيزة. داني. والله زمان يا أستك. ايه يا ولد؟ لسه بتمط ولا بطلت مط؟ عجواني انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني؟ جاي ارد لك الجميل. بقول لك ايه؟ صحابك اللي انت بتحكي لهم كل حاجه بالتفصيل ما لقيوش الصندوق. انا ما اعرفش اي حاجه عن اللي انت بتقوله ده. بقول لك ايه؟ تاخده؟ في ايه يا يا خساره يا استك. ثلاثة دام. ما دام غير وجه الله. انا بقلح لساعك المره دي. باي باي يا استك. بلاش عجواني. خد يا لك وهو. ايه ده؟ ايه ده؟ ما شفناش اي حاجه خالص. انت شفت حاجه؟ عشان الناس اللي ماتوا دول انا ما كنتش هنا يا باشا. وبعدين مؤكد هم يستاهلوا. هم ناس وحشين. احنا ما شفناش بعض قبل كده؟ مش احنا كنا جايين ناخد عربيتنا وماشيين على طول. تاني عربيتنا؟ هي مش عربيتنا، هي عربيه واحده اسمها فضيله. انا ممكن خمس دقايق اجيبها لك ونخلص الموضوع ده. يلا يا عاصم. بقول لك استنى منك ليه؟ احنا صحيح رايحين فين؟ احنا رايحين بعيد خالص يا باشا. مش عايز ولا كلمه. احنا مش هنتكلم خالص ولا هنتنفس. انتوا فعلا مش هتتنفسوا تاني. هوبا. بليس يا ريس. يلا يا خفيف انت وهو. هوبا. طلعها وطلع عليك وانت حي دم. طب انا مفحش ورا الدم دلوقتي. اعرفوا مكاننا وفضيلة دمك معروفة اهو. هوبا. هو انت موديني على فين؟ لأبعد مكان نقدر نوصل له. يا عم انت بتوهم هم ولا بتوهني انا؟ انت ما تعرفش الناس دي؟ يعني انت اللي عارفهم هتعمل لي فيها رأفة الحجان دلوقتي؟ بلغ البوليس. استنى معايا كارت. لا من ناحية السهم من ناحية السهم. يا بوعه. يلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مش بتبلغ البوليس؟ بوليس احنا قدهم. طب خلاص يلا نخلع. يا عم نخلع ايه؟ ده احنا هنحلق. اهدى بس. نحلق ايه؟ نصعد. الو؟
استاذ مازن، انا سمعت ان حضرتك عايز اتنين، واحده بتلعب ترومبت واحده بتلعب ساكس. ايوه اوكي. باي باي. هما بيمشوا ازاي بالحاجات دي؟ بتهيالي كده محتاجه تدريب. بيمشوا كده. طب انا برديت، في سلهوب هوا داخل من تحت. يا اخي ما كل الستات ماشيه اهي، في حد مات؟ حاسس اني عريان والناس كلها بتتفرج عليا. دي منظر جاي حد يبص عليها؟ يا بنت ما تتفرج. يلا انا خالي. ولا بلاش يا ابني، ما فيهاش حظ. يلا يا سكره. معقوله دي حاجه تانية خالص؟ بقول لك ايه، اهدى. إيه؟ لما نبقى نروح الغردقه ايه العزباله دي ونرميها، ولما ترجع راجل اعمل اللي انت عايزه. انا خايف من حكايه الستات ديت. ليه خايف؟ ليه؟ ما حدش قال لك تحبل. احبل دي اللي مش ممكن تقنعني بيها ابدا. بقول لك ايه، هو ده اللي ناقص. استنى بس، معلش. ايه العجواني ورجالته ورانا والاوتوبيس قدامنا. اوتوبيس ولا عجواني؟ لا اوتوبيس. تمام، يلا بينا. احنا جينا اهو. انتوا اللي بعتكم المكتب؟ ايوه. الجداد؟ طبعا جداد، ده احنا جداد لانج. الاستاذ راضي مدير الفرقه، وانا نهايه الجمال. وانا عصمت. وانا نونا. انشانتي. عسل. سكس وترومبيت، انتوا انقذتوا الفرقه يا جماعه. المهم قولوا لي، كنتوا بتشتغلوا فين قبل كده؟ هنا. لا هناك. لا احنا بتاع كله بصراحه. احنا خريجات الكونسرفاتوار. الكونسرفاتوار؟ ام التريتوار. طب يلا اطلعوا. انت يا نونا كرسي 7 وانت يا عصمه 8. وانت كام؟ انا معاك. يلا يلا سيبوا الشنط. يلا يلا. شكلهم ما ينطمنش ابدا، مخنشرين قوي. بالعكس انا شايفهم نسوان عسل كده. ايه حكايه نونا دي؟ ايه اسم زكيه بلدي مش عاجبني. نونا احلى. يلا يا نونا. سكر اموره قوي، مش معقول. قولي لي يا حلوه، انتي انسه ولا مدام؟ انسه. انسه ولا تزعلي نفسك، كلنا كنا كده. اوعي طول ما انا معاكي ما تقلقيش، هتتبسطي قوي. يلا يلا يا نونا يلا. ايه؟ سوري نسيت اعرفكم بنفسي، انا نونا ملكة الترومبت، احسن ست تلعب ترومبت في كل الستات اللي بتترمبت. وانا اسمك ساكس. مرحبا. مدام نهاية انا هنزل. طيب يا حبيبتي لحظة واحدة وجاي. بقول لك ايه يا حلو؟ بقول لك انا ايه؟ ما تنساش انك ست. ها؟ ما انا عارفة. تروح فين؟ خرب بيتك اديك عملتها. عملت ايه؟ قطعت الحمالة والبالونة هتقع. بالونة؟ طب يلا الحمام نظبطها. يلا. يا عمري انت. قبل نهاية بعد اذنك رايحة الحمام. ايه في ايه؟ جالي هبوط. هبوط ايه؟ هبوط اضطراري. اسفين. مش هتقولوا لحد مش كده؟ قلبك ابيض، هنقول لمين؟ يخرب بيوتكم وانت كمان. اصلهم لو شافوني هيطردوني من الفرقه. انتوا اللي بتعزفوا ترامبت وساكس؟ انا نونا ترامبت. عصمت. ساكس. واقفين عندكم ليه؟ ادخل. تشربوا؟ وماله؟ ميرسي. هو انت منين يا سكر؟ انا من اسكندريه، من كامب الشيزار.
جينا القاهرة من 10 سنين من عيلة فنية كبيرة. ماما مدرسة موسيقى وبابا كان مايسترو. برافو برافو. مايسترو؟ فين؟ في الأوبرا. آه صحيح. مايسترو لازم يبقى في الأوبرا. أنا كمان فنانة مغنية بس صوتي مش قوي كده. وكمان الفرقة كلها مش قوي كده. أنا اشتغلت معاهم عشان أعرف. ترابي بسرعة. الترابي من إيه يا سكرة؟ سوري أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده دلوقتي. أنتوا مش عايزين تشربوا ليه؟ لا احنا بنشرب بس يعني بالنهار. لا على فكرة انا ممكن ابطل بس انا اللي مش عايزة. وبيني وبينكم كل البنات بتشرب بس انا بس اللي بتقفش. لازم تتقفش طبعا. مشكلتي اني دايما واقع من قعر القفة. يا بخت القفة. باي باي باي. تجاني من عصر عصر. احنا هنا في كان غلط خالص. مش عايز ضرب في الرحلة. ما كنتش اقصد ضرب بعضيكم. كنت اقصد ضرب ده. ايه لو سمحت يا اخ الحاجة دي تخصني انا. انا اسف. اتفضلي. لو سمحت يا سكرة مش عايز الموضوع ده. ايه ده؟ ايه يا نسا العلبة دي بتاعتك؟ اتزفلطت مني. اتزفلطت؟ لا هاتي العلبة لو سمحت. هاتي العلبة. الرحلة مش ناقصة زفلطة. هاتي. خلاص لو عينك فيها خدها. انت يا بنت. انت يا طويلة. ايوة انت. انتوا مش قلتولي انتوا الاثنين انكوا درستوا في الكونسرفاتوار؟ درست هناك سنة. الله مش قلتوا 3 سنين؟ لا هي سنة بس خرجنا حسن سير وسلوك. بقول لكم ايه؟ في زفتين مش عايزاهم في الرحلة دي. الزفت الاولاني الزفت اللي كان في الارض ده. والزفت التاني بقى الرجالة. مفهوم؟ لا رجالة ايه؟ الرجالة دول كانوا زمان دلوقتي خلاص بيتخلعوا. you
قميص نومك يجنن، جايباه من انهي بوتيك ده؟ هيا نونا. اهلا. نونا ازيك؟ اهلا سكره. صباح على خير. وانت من اهله يا حياتي. ايه؟ شبط الامراض بقى. مش قادر يا عاصم، اعصابي اعصابي. لا انت احسن حاجه بقى تقعد تقول انا زيت انا زيت انا زيت. عندك حق، انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت. مساء النور. انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت. يلا خش انا. حاضر. يلا. تصبحي على خير يا عسل. يلا يا عسل بقى عشان نخش ننام. خلينا شوية يا عاصم. يلا عشان خلينا شوية. بقول لك يلا. جرنا الستات يا عاصم. انت تقعد هنا ما تتحركش، فاهم ولا لا؟ ايه هو ده؟ افرض حبيت اروح الحمام. ممنوع. افرض عطشت. بقول لك ايه؟ كل حاجة ممنوع، فاهم ولا لا؟ انت يجي اليوم اللي اتجوز فيه واخلص من هم ده. يا سلام. افرض طيب. ايه بنت الحياة دي؟ احترم نفسك. اتفضل. شكرا يا فندم. انا متشكره قوي، مش عارفه لو كان ممكن اعمل ايه. تمرين يا هاني، ده اقل واجب. هتصبح على خير. نهايه انسه. نهايه انسه. انا اسف، حضرتك قلت لي اسم الفرقه ايه؟ فرقه بنات مازن السعرجيه. شكرا. ايه ده؟ عفوا. بقول لك ايه، عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. ايه؟ ما خدتش بالك من حاجه غريبه كده في البنتين الجداد دول؟ غريبه؟ غريبه ازاي يعني؟ معرفش، اول ما ايدهم بتيجي عليا بحس باحاسيس غريبه قوي. فين؟ فين؟ في معدتي. معدتك حموضه؟ حاجه زي حموضه. دلوقتي بس عرفت مين اللي فعل مرارتي. مين فعلك مرارتك؟ قدامي. مين فعلك؟ قدامي. بقولكوا ايه؟ كله ينام. الصحيان بدري مفهوم؟ مش عايزه دوشه. بقولكوا ايه؟ كله ينام. الصحيان بدري مفهوم؟ مش عايزه دوشه. طب ممكن اقلع الباروكه وانا نايم؟ مفيش باروكه، ما نضمنش الظروف. نونه بقى يا حبيبتي تصبحي على خير. وانت من اهله يا عصمت. بقولك ايه، زي ما اتفقنا هتقولي ايه؟ سمعيني بقى. انا ست. ايوه انا ست. ايوه انا ست. ها انا ست. يلا كمان مره. انا ست انا ست. ها انا ست انا ست انا ست انا ست. كنت عايزه اشكرك على اللي عملتيه معايا. انت فعلا راجل. عرفت ازاي؟ قصدي مش عارفك يعني. لا ايه الراجل دي؟ معقوله احنا بنات لازم نقف جنب بعض يعني؟ لولاكي كان زمانهم رموني في الصحراء. معقوله حد يرمي النعمه؟ ده حتى يبقى حرام. ايه ده؟ الدنيا برد قوي هنا. لو بتفكري تعملي اي حاجه انا ممكن اعملها لك. اي حاجه؟ اي حاجه؟ انا ممكن افكر في مليون حاجه. نهايه. نهايه دي بدايه. سكره تعالي تعالي، هي تلاقيها بس بتتمم. مش عايزاها تشوفنا مع بعض. لا ما تخافيش، تشوفنا ازاي مع بعض؟ وبعدين انا مش هجيب سيره لحد خالص ولا حتى العصمة. لعلمك عصمت دي قرشانة. انا هستنى معاكي هنا لغاية ما ترجع تاني اوضتها. يا حبيبتي براحتك، استني معايا سريرك ومطرحك. انا زنقاكي كده؟ ايه ايه زنقاكي دي؟ خدي راحتك خالص، خشي خشي. انا احب الدفى زي عينيا. عارفة يا نونة، وانا صغيرة كنت بحب انام جنب اختي. يا سلام. واخدها في حضني بعدين نطفي النور ونتغطى بالبطانية وابص في عينيها وهي تبص في عليا ونبتدي نحلم. طمت. يلا يلا احلمي. مالك؟ ايه يا حرام ده، انت بتترعشي. هي مش رعشه على قد ما هي اعصاب يعني.
ايه ده؟ دي مولعه ورجليكي ساقعه هموت. انا هدفي عمرك. كفايه. استني بس. كفايه اعملي معروف. ايه رايك؟ مش كده احسن؟ طبعا احسن. بس انا ست. بتقول ايه؟ قصدي اقول ان انا ست بس تعبانه يعني عيانه يعني مش. انت رايحه فين؟ انا كمان عيانه. طيب يعني انت عيانه وانا عيانه نحن عيانين مع بعض يعني. تعالي بس. عارفه احسن حاجه ايه؟ ايه؟ سيجاره. عندك؟ ايوه عندي. تعملي ايه؟ يا حلاوة المولد يا حلاوة. الدنيا برد بره وبرد جوه، الواحد كده هيعيا، قصدي الواحده هتعيا. هتوقعيني؟ استني. ويعني ما توقعي، انا عايزك توقعي. انا عندي ليكي مفاجاه. تعالي اقعدي اقعدي. بصي بقى، هعمل لك مفاجاه ما حصلتش. يلا اعمي نفسك انا وانتي وعصمت جوه، انا وانتي انا وانتي وبس. انت تعمى قوي، سكره قوي. هاي ازيك؟ هاي سكره. هاي نونه. ايه بتعملوا ايه؟ ما تيجي. ايه تيجي ديت؟ طب انا جايه. لا طنشي طنشي، مفيش احلى من قعده البلكونه. عايز احكي لك حكايه الشاطر حسن وست الحسن والجميل لما كانوا قاعدين في البلكون، عمل فيها عمل فظيعه. يا ايناس يا ايناس يا انس، قومي يلا وصحي منى وحصليني على اوضه نونا، في حفله هناك. وما تنسي ازازه الويسكي اللي انا دكيناها. منى موني موني، قومي، في حفله، في حفله، قومي. بس يا ستي، راح الشاطر حسن زنق ست الحسن وجمال في الكورنر بتاع ايه البلكونه. لا اصل انتوا لا اصل دي حفله خاصه، يعني انتوا مش فاهمين. ايه ده؟ انتوا ايه؟ لا اصل مش في تعليمات تناموا بدري. لا ما هو انتوا مش فاهمين. انا لا هو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده بقى؟ لا استنوا، عصمت نايمه كده تصحى. لا يلا ثلج. يلا ثلج ايه؟ يلا. انتوا جايبين الشرب ولا سجاير؟ اه ماشي كل حاجه. انا اول مره اشوف ستات بالطريقه دي. خليكي يا جماعه بقى، انا هروح اجيب لكم ثلج. لا استني، رايحه فين يا سكره؟ هروح اجيب الثلج. لا ازاي؟ استني. الله، ما دي هتروح. طب استنوا، انا عايز احكي لكم حكايه الشاطر حسن عمل ايه مع الستات اللي في البلكونه. استنى احكي. هي هجيب تلج. يا بتعملي ايه عندك؟ سرقتها، كانوا حاطينها على اللحم. مقصودش انت مش خايفه؟ لا تقدري تقولي اتعودت. غبيه على فكره. انت مش غبيه بس جريئه قوي. قوليها بصراحه، انا لو ما كنتش غبيه ما كنتش فضلت في الفرقه دي لغايه الوقت. وايه اللي مخليكي؟ قبل كده كنت بشتغل مع فرقه رجاله بس ما قدرتش اتعامل معاهم. انت اشتغلتي فرقه رجاله قبل كده؟ مين انا؟ لا طبعا. اهو ده اللي انا بهرب منه، انا اشتغلت مع ست فرق رجاله. مش عايزه اقول لك. انا عارفه.
الرجاله دول ما لهمش امان، خاينين يعني حاجه زي كده. اكيد وقعتي في راجل بسباص بتاع نسوان. لا ما تخافيش عليا، انا مش سهله وثقتي في نفسي ملهاش حدود. مشكلتي ان عندي حساسيه ناحيه بتوع الساكس. حقيقي؟ اول ما ابتدي اغني ويبتدي يلعب ورايا اسمعه هو بس، بعد ما اخلص الاغنيه اقعد اعد العشره لعشرين لمية عشان ما اجريش وراه وابوس. انتي عارفه انا بلعب ساكس. ايوه بس انتي بنت الحمد لله. عشان كده انا بشتغل مع الفرقه دي، طول عمري بهرب منهم. في حد برضه بيهرب من الرجاله؟ انا اصلك ما تعرفيهمش، لكن كلكم وبتوع الساكس دولكم تاني، وانا بعيده عنهم تلاقيني بدور عليهم، واول ما اقرب منهم احس ان عايش اجمل قصه حب بجد. لكن برضه اتفاجئ انه عايز فلوس يشرب بيها يلعب قمار برضه، وتديله تصحي الصبح ما تلاقيهوش. غبيه مش كده؟ الذكاء مش كل حاجه. بس انا عايزه اقولك على حاجه، انا خلاص مش هعرف اللعبه البايخه دي تاني، انا كرهت حظي. ثلج فين؟ عارفه يا عصمت، انا في ديسمبر الجاي هتم 23 سنه، عشان كده هبتدي افكر. تفكري في ايه؟ زوج، أسرة. عرفتي ليه أنا مبسوطة إن أنا جاية الغردقة؟ وطبعا عايزة غني مش كده؟ مش مليونير، كفاية يكون عنده شقة، عربية، شاليه، يا سلام بقى لو عنده يخت، بحلم مش كده؟ لا لا لا، بس على فكرة ممكن تلاقي. وأنت كمان يا عصمت، إن شاء الله هتلاقي. بس بقى أنا عايزة طول بعرض، ماله يدومه يعني. عشان يقدر. أنا بقى عايزة جوزي بنضارة. نضارة؟ اصل الرجاله اللي بيلبسوا نظاره دايما بتلاقيهم حساسين وجذابين رومانسيين. انت ما لاحظتيش الموضوع ده قبل كده؟ دلوقتي بس لاحظت من كتر قرايه الجرايد والعواميد الصغيره نظرهم بيضا. طول عمري كان نفسي ازور زنقه الستات، اهجت لحد عندي. لا 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 بلاش اللعبه دي، بلاش اللعبه دي، لا لعبه بالثلج، لا لا بلاش. زلزال؟ زلزال ايه؟ بركان يا راضي. بركان جديد ده. دول بقى اللي انت بتحلمي علشان مجال الغردقة، دول اشبال تحت التسعين، اقل واحد فيهم عنده 75 سنة. بس دول خلاص قربوا يسافروا السفرية الابدية، وان واي تيكت. يمكن عندهم احفاد هنا، يمكن مفاتيح الاوضه.
حد شاف جراب النضاره يا جماعه؟ النضاره انت كمان هات. ايناس وسمر 416 مديحه ولبنى 417 مديحه ولبنى سوسن وساره سوسن يلا ساره منى وسكره منى عصمت ونونة عصمت يلا سكر يلا نونة 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 تاخد طرود ويارة اسم الله عليك اسمحي لي بالشرف ده معقولة ما يصحش كده يا سليمان سليمان الساكت وساكت ليه ما انت بتتكلم اهو لا ده لا اسمي كده على بعضه سليمان الساكت صاحب محلات الساكت المجوهرات اهلا وسهلا وبالهانم اسمها ايه هانم مين انا اسمي نونة اسم جميل كله مزيكا تحب المزيكا؟ احب الفن قوي ابقى تعال احضر الحفله بتاعت فرقتنا ان شاء الله بس ممكن اشيل عنك دي حاجه تقيله قوي استنى احبش اكسف رجاله ابدا في الشيل دي استنى ورايا استنى انت كنت شايلها ازاي ولو ان عيب ان الواحد يسال سؤال زي كده الواحده ست بيقابلها لاول مره انما انت عمرك كام سنه تديني كام يا 22 26 ما يزيدش عن كده ابدا النصاحه دي وانت تديني كام؟ اديك اعدام ها؟ قصدي من 35 ل 85 ايه الذكاء ده؟ على فكره انا احب الفن والفنانات قوي والجيبات والشرابات لا انا بكلمك بجد دي كل عيلتنا تحب الفن والفنانات انا من حبي للفن والفنانات اتجوزت منهم حوالي 7 8 اللي هو انت مش فاكر كام؟ لا مش فاكر بس ماما فاكر وهي على فكره زعلانه مني ان انا بكرر الحكايه دي كتير صراحه امك عندها حق تزعل ده انت سمعه سيئه للرجاله نونا انا عايز اتعشى معاك الليله اسفه مش فاضيه عندي حفله عندي شغل يا روح قلبي قصدي انا بعد الشغل بتاعك نتعشى افكر انت بتلعبي مزيكا ايه؟ لا انا ما بلعبش انا بنفخ عايز الطلب ايه ده؟ انت بتدخني؟ لما ابقى عصبي قصدي عصبية ولما الاقي حد كمان بيضايقني لا دي ماما تزعل مني خالص دي ما بتحبش التدخين بقولك ايه يا سليمان يا ساكت لو سمحت لحد هنا بقى ونفترق لا نفترق ده ازاي ده احنا مش هنفترق طول العمر يعني جرى ايه يا راجل انت؟ انت الشنط دي مناخيرك دراعك سيبهم انا هشيلهم انت يا ابني بتتفرج عليا ما تيجي تشيل خد نونة وعصمت ها؟ خد دول اتفضل بقى حضرتك وريني عرض كتافك نونة ايه ده؟ نونة ايه ده؟ انت اتجننت؟ انت فاكرني ايه؟ يعني انت يا سليمان يا ساكت طول عمرك جاي تفضل معايا انا؟ انا اسف انا ما قدرتش امسك نفسي خلاص اتفضل بقى مع السلامة نونة ايه؟ انا بفلوسي هخليكي اشهر واحدة في الفرقة دي يا وصلتي؟ انت عايزني ابقى فتاة الغردقة؟ بص يا نونة يا جدع انت احترم نفسك راجل متوحش نونة كل دي ايد يا نونة تخيلي نفس الرقم الاوضة اللي نزلت فيه قبل كده بس التانية كانت في اسكندرية فكرتيني بالولد اللي كان معايا في الفرقة هو كان بيلعب ساكس برضه؟ امال هيلعب ايه؟ يلا يهمك انتي هنا بقى هتقابلي المليونير اللي بتحلمي بيه مش كده؟ يا سلام عرفتي ازاي؟ الست بتحس بالست اللي زيها؟ اوكي باي 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 ادخل شلونك التي؟ احطهم عندك لو سمحت ودي كمان هنايا يا عسل
يا عسل. انت رقبتك فيها حاجة؟ رقبت مين؟ اه سوري، عايز بقشيش. ثانية واحدة. بقشيش مين؟ احنا خلاص طلعنا سمن، فقولت ايه يا حلو؟ انتي هتخلصي النهارده الساعة كام؟ ليه؟ انا عندي شغل بس ممكن اسوق عادي يعني. انت مش شايف ان انت صغير شوية على الحاجات دي؟ انت في سنة كام؟ سنة كام مين وصغير مين؟ بتتكلمي في ايه؟ ايه ده ايه ده، انت هتعمل ايه؟ ولا حاجة، هوليك البطاقة. بطاقة؟ ايه؟ يلا مع السلامة يا فضل. مع السلامة. ما احبش البت السهلة ابدا، اموت في الواحدة اللي تواخني تواخيني بقى. فقلت ايه؟ انتي توسعي سمنتة النقطة وانا هجيب معايا المايه واتي. ها؟ ردة المايه في زورك. ظريفة. طيب قزل حب يتهجم عليا، فاكرني ست من اياهم. ايه اللي حصل؟ قرصني. فين؟ حسن. ايه ده بقى؟ ده منظر ست؟ ده بقى دي ست تتعاكس؟ ده انا شكلي قطع القلب. يلا اديك عرفت النص التاني عايش ازاي. عرفت، بس برضه عرفت ان في رجاله كتير تافهه. والله عندك حق، بس يعني ده منظر حد يرايل عليه. انا زهقت من حكايه الستات ديت. انا راجل، عارف يعني ايه راجل. لازم نمشي، لازم نمشي. نمشي نروح فين؟ انت وعدتني اول ما نوصل الغردقه نزوغ ونخلع على طول. ايوه نزوغ. نروح فين؟ اي فرقه يا اخي؟ بقول لك ايه يا خالي، العجوان ورجالته زمانهم قلبين علينا الدنيا، بيدوروا علينا في كل فرق البلد. بصراحه اللي احنا فيه ده قله قيمه، بيطمعوا فينا الناس. ايه يعني يا اخويا؟ ايه يعني اتقرصت؟ ايه المشكلة يعني؟ مش أحسن ما تشوف نفسك وأنت بتشرب دم؟ طب آخرتها إيه؟ أنت مستعجل على إيه؟ قاعدين في فندق حلو، بناكل، بنشرب، بننزل على المية، بنشوف حريم، عايز إيه تاني؟ وآخر الليلة بتاخد الأوبايك بتاعك، عايز إيه تاني؟ ما تصحش عليا، أنا فاهمك كويس أوي، أنت لابت هنا عشان خاطر البنت سكارة، صح ولا لأ؟ أنا سكارة مش كده؟ أيوه أيوه أيوه. أنا شفتكم مع بعض في الأتوبيس، كنتوا قاعدين بتضحكوا عاملين جو وبتسلفوا لبعض الروش. يا ابني سكارة دي زي أختي. أختك؟ خش في عيب. خش. قال اختك؟ قال من امتى يا اخويا؟ لعلمك من هنا وراح عراقبك. في حد مخبط. ادخل. لو سمحتوا يا بنات، ما حدش شاف نظارتي وشنطتي؟ لا ما شفناهاش. هو كده نظارتي وشنطتي راحوا، يبقى اكيد في حراميه هنا. ميرسي قوي. ما لا ما انا لازم الاقي النضاره. الحمد لله نظره ضعيف. نونا عاصمك، احنا رايحين نعوم، تيجوا معانا؟ ايه نعوم؟ اوكي نعوم يلا. سوري انا مش هقدر اجي معاكم، انا ما عنديش مايو. وايه المشكله؟ مالك كمان ما عنديش مايو؟ اهي ما عندهاش مايوه. صحيح، ده انا لا يمكن يبقى عندي مايوه. احنا ممكن نشتري من الاوتيل. انا لا يمكن اشتري من الاوتيل. ايه رايك يا عصمت؟ لا انا هدخل اخد حمام. بس انا ممكن اتصرف. يا بحر النهارده يتجنن والشمس تحفه. هو يا نونا جلدك يتحرق من الشمس. ما تخافيش، انا معايا كريم وهدهن لها جسمها. سمعتي؟ هتدهن لي جسمي وانا هدهن لها جسمها، هندهن لبعضينا. يلا يلا يا سكر. هوبا. يا بنات يا بنات.
انا كنت بلعب عقله. جسمك ضخم قوي من رمي الجله. وايه التعويره دي؟ لا دي واحده رمت عليا قله. ايه ده ايه ده؟ ازاي دراعك كده؟ ايه ده ولا رجليكي؟ ده اهمال. يلا يا باسم يلا يلا يا باسم يلا يا باسم يلا يلا يا باسم يلا يلا يا باسم يلا 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 بلاش لماما اتأكدي يا أنسة كوني وقعت ولا حاجة. ليه بقى؟ يعني أي واحدة بتقع بعدين تكتشف أنا مين تبدأ تحط نفسها على كرسي متحرك وتدخل المحكمة وتعويضات مليون اتنين يعني استغلال. لا ما تخافش أنا مش هعمل كده مهما كانت النتيجة. شكرا. وفي إيه؟ أنت مين؟ والنبي إيه؟ سكارة تعمل ايه دي؟ احنا ما شفناش بعض قبل كده؟ ما افتكرش. انت نازل في الفندق؟ لا بس انا شفت وشك ده قبل كده. فين يا بنت يا سكارة؟ فين يا بنت يا سكارة؟ ممكن في مكلة في جورنال يعني اعلان عن تبرعات جماعية يمكن. لو سمحتي كده شوية يا نساء انا مش شايف منظر البحر لو سمحتي. منظر ايه؟ دلوقتي معادي كوكتيل بتاعي هيرفعوا العلم. انت عندك يخت؟ انا واحد فيهم الكبير؟ انا ما بحبش اليخت اللي ياخد اكتر من 12 فرد. الله مين اللي هيرفع العلم؟ مراتك؟ العمال. مين اللي بيعمل لك الاكل؟ الطباخين. شوفي لو يهمك تعرف اني متجوز ولا مش متجوز. انا مش متجوز. تعالي 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 اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ايه اخبار الاوبايل؟ اه قصدي البورصه. البورصه في الطالع. يعني عملت لك نص ارنب كده؟ ايه ده انت بتلعبي مع الارانب ولا ايه؟ لا انا بلعب مزيك وبغني كمان. فنانه ولمزاجك ولا في وقت فراغك؟ لمزاج الفندق والمعازيم والنقطه حسب الجو. انا جايه مع فرقه بنات. انتوا بقى فرقه البنات اللي بتعمل الموسيقى بتاعت اليومين دول؟ ايوه احنا بتوع اليومين دول. فعلا الشباب دلوقتي بيفضل الموسيقى الصاخبه لكن انا شخصيا انا بفضل مزيكه زمان فيها طرب. وانا كمان انا كمان متخرجه من معهد موسيقى. هايل. واهلك بقى موافقين على شغلك مع الفرقه دي؟ لا طبعا بابا مانع عني المصروف. عنده حق. فين الاغاني الشبابيه بتاعت اليومين دولت من الطرب بتاع زمان؟ السلام السلام على حفلات الموسيقى العربيه. ولا فرقه ام كلثوم؟ غريبه احنا ما اتقابلناش قبل كده. انا ازاي ما قابلتش واحده زيك من زمان؟ انت راجل ذوق قوي وشكلك هتطلع طيب وغلبان. نعم. انت هتعمل ايه الليله؟ شوف يا سكره انا باجي على الشط مرتين. مرتين بس؟ يعني مرتين ثلاثه في الاسبوع. اعمل ايه؟ شغلي واخد كل وقتي. لعلمك هوايتي هي اللي بتحبني. هوايتك؟ وارثها عن ابويا وجدي السوسيس. ميرسي. سكره انت قاعده بتاكلي؟ احنا عايزين نلحق نغير. روح انت يا نونا وانا هحصلك. براحتك. يا سلام يا نسا. في حاجه؟ شوفي كل واحده تشوفني تعمل كده. انا كمان يا نونا افتكرت. معقول يا شيخه تفتكريه؟ شويه يا نسا لو سمحت شويه شويه. حاسب يا نونا هو مستني اشاره من اليخت بتاعه. يخت بتاعه؟ ايوه. تصوري ما بيشيلش غير 12 فرد بس. ده اكيد يخت اجره جيزه بقى. نونا صاحبتي احنا مضطرين نمشي بقى دلوقتي. يلا يا نونا. انا اتشرفت بمعرفتك على كل حال. انت معزوم على السهره الليله. هحاول
لا تحاول ايه؟ لازم تيجي يا حبوب. ها وما تنساش تجيب اليخت بتاعك في ديلك وانت جاي. ها يخت عليها وعلى جمال رجليها. بقول لك يا سكره، هي ايه حكايه الواد ده؟ بقول لك ايه يا نونا، مالكيش دعوه بالواد ده، الواد ده بتاعي وانا اللي وقعته الاول. انا حبيت بس انصحك نصيحه تحطيها حلقه في ودنك. انا لو كنت بنت وانا طبعا بنت كنت حافظت على كل خطواتي. شرف البنت زي عود القصب، لو اتعصر مره ما يتعصرش تاني. وبصراحه بقى انت عودك مسوس، يعني لازم تحافظي على نفسك. انا لو كنت عملت حساب لخطواتي ما كنتش قابلته. وبعدين انا مش جاي دي صبر، استنى، انا عايز اكلي واقول لي عصمت بسرعه، انا عارفه انها هتموت من الفرح. طب يلا يلا عشان نلحق نفضحه، قصدي عشان نلحق نقول لها. يلا يلا عصمت. الله راح فين دي؟ ما تخافيش زمانها جايه. اصل انا لازم اقول لها، لازم احكي لها. من غير ما تحكي يا حبيبتي، هي عارفه كل حاجه. على رايك البنت عصمت دي فيها شيء لله، كل اللي بتتنبأ بيه بيحصل. يمكن راح تشتري حاجه؟ يمكن مثلا يعني ان الكومبليزون بقى بدلت قفطان وصاحبها فرقه علبه اللون. بلون 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 من سني بيغيروا مني وبيحسدوني مع اني مش احلى منهم بصراحه. شلالم شلالم. عصمت هاي. سكره سوري ما سمعتكمش وانتوا داخلين. انبسطوا؟ مش هتصدقي يا عصمت، حصلت معجزه. ايه اللي حصل؟ حذري فذري. النهايه ربنا افتكرها؟ دي معصلجه شويه. يبقى هيسيبونا نلف سجاير. يا عصمت حذري كويس. قابلت واحد منهم. واحد من مين؟ انا اللي عشت طول عمري احلم بيه. شباب، جمال، فلوس، عنده يخت يا عصمت. عنده اليخت بتاعه؟ وعنده عربيه. كملي يا سكرة. هو شاب وسيم لطيف بنضارة، والأهم من ده كله إنه عازب. ده مش شاب عادي، ده شخصية. بصي يا سكرة، أنت تعكشيه وتربطيه. ده مش هيفلت من إيدي، ده لذيذ وبيتقرش وكمان بيحب السوسيس. ها؟ إيش معنى السوسيس؟ هنقابله؟ أنا عزمته واحتمال يجي. أكيد هيجي. عينيه كانت بتقول كده. انت ايه رايك يا عصمت، هيجي ولا مش هيجي؟ تنبؤاتك بتقول ايه؟ سكره انت فين؟ انا من بدري مستنياكي، بقالي ساعه. المفتاح معاكي؟ اهو. يلا باي 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 بنات. باي. تقدر تفهمني اللي انت عملته؟ ماشي حاضر. ممكن افهم بقى التمثيليه السخيفه اللي عملتها على البيت المسكينه ديت؟ عامل لي فيها مليونير؟ هموت واعرف الطريقه اللي انت كلمتها بيها دي ازاي؟ قال ايه؟ مالك يا انسه بتبصي لي كده ليه؟ عامل لي فيها حسين فهمي حضرتك؟ ما خلاص بقى يا ساكت، ما خلاص. طول عمرك بتعمل الحركات الوسخه دي مع الستات، مش عارف ايش الشاهيناس وايش باكيناس، وشاهيناس هي اللي بتحميني وباكيناس هي اللي بتوصلني للباص. بقى في شغاله في الدنيا اسمها باكيناس. يا اخي اكدب كدبه معقوله. ايه؟ ايه عصر؟ بقول لك ايه؟ انا لما بترفس ما بعرفش ابويا. عصر يا عقلي عصر. طيب الو، مكالمه خارجيه حاوليني بيها. نونه، انا الواد الشقي بتاع السنه. الله، انت مش نونه؟ طب من فضلك تبلغيها لو تتنازل يعني وتتعشى معايا لو تحب، بعد شغلها طبعا. عشا؟ يخت؟ بعد العرض؟ حاضر حاضر هقول لها. اليخت بتاعك؟ ايوه، يخت شهرزاد. شهرزاد، قولي لها ان احنا هنقضي ليله من الف ليله وليله. انتوا الاتنين بس؟ ايوه. طب قولي الاستاف بتاع اليخت هيكون فين؟ انا مديهم الليله كلهم اجازه. الليله هيبقى القمر بدر وهتبقى ليلة أنس وفرفاشة. ده إيه؟ ده غير صوت نجاة. نجاة هتبقى ملعلعة يعني. دي نونة بتموت في نجاة. مين دي اللي بموت فيه؟ أخلص. أيوة يا أستاذ. خلاص خلاص هتجيلك على اليخت. باي باي، مع السلامة.
راجل مين على اليخت؟ الراجل عايزك تقضي معاه ليله على اليخت انت ونجاة. نجاة مين؟ نجاة؟ نجاة الصغيرة؟ انت جرى فعلك حاجة؟ عايز انا بقى؟ تتجننت؟ انا لا يمكن اعمل كده، انا زي ما جيت هنا سليم ارجع سليم، لابويا يقطعني. يعني مش ناوي تروح؟ طبعا لا. خلاص هروح انا. انت يا جرى لك حاجة فعلا؟ عايز تقضي الليلة مع الراجل ده؟ انت صدقت انك ست بجد؟ انا مش هقضي معاه بليلة، انا هقضيها مع سكرها. وهو هيبقى فين؟ لا 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 يا عصمت لا. اه يا زكية. مش الليلة يا عصمت. افتكروا علشان ينسوا. بقول لك ايه، الورد ده علشانك. علشاني؟ ده منه. النبي ايه؟ عايز يقابلني على اليخت بتاعه، هيطلعني عند المرسى. النبي ايه؟ عايز الف صدر رجاله موجودين معانا هنا في القاعه. بنات الفرقه لازم يناموا بدري، وانا شخصيا حريصه قوي على كده. تصبحوا على خير واحلام سعيده.
اهدار يا روحي. اهدار لايه؟ اهدار للوقت، اهدار للطاقة. معقولة؟ الجو الهادي والقمر البدر ملعلع في السماء واليخت فاضي ونقعد هنا. هترش؟ لا يا روح قلبي، لا لا لا، انا عايزك ترقصي يا نايم. يلا بينا نرقص، في نايم كده بيجنن. يا ابن اللقيمة، ده طلع عنده عربية. ايه في حاجه يا روحي؟ لا انا كنت بسال اذا كان النايت كلاب حلو ولا لا. ده هايل يعني، هايل، وعندهم فرقه مفيش احسن من كده يا روحي. سلمتي يا روح قلبي، سلمتك. انت ديناميت يا عينيا. وانت يا عينيا، انت داري مدفع الالف السعد. يا سلمتي. سكارة عاطف، بقالك كتير مستني؟ مش مهم مستني قد ايه، المهم مستني مين. اتفضلي. مرتي على الورد. سوري، انا لو كان عندي وقت كنت جبتهولك من امستردام. مش مهم مين، المهم مين اللي بعده. في واحد بعتناه قطر، بنفتح فرع جديد هناك. بابا هوايته بقى طبعا يفتح فروع في كل انحاء العالم، عارفه كده يعني. وانا كمان بابا هوايته يبني سلالم. سلالم؟ ايه سلالم؟ سلالم موسيقية. سلالم موسيقية. الاولاد دايما يغيروا الكوارير بقى، انت فاهمه. ايه ده، ده يجنن يعني. حاجه كده متواضعه الواحد عازف زيي. كل دي سمكه؟ سمكه. دينا اشتريتها، قصدي اصطادتها من البحر الكاريبي. صحتك. ميرسي. ايه كل الجوائز دي؟ سباحه، خيل، ملاكمه. ملاكمه دي خطر قوي. لا ما تغركيش، انا بطل قوي جدا، بس حد يقف قصادي. هي بنيه بجد. طب انا عايزه اشوف الالبومات، ممكن؟ البومات النهارده الخميس الحقيقه، ببقى دايما متلخبط. ليه؟ يعني الاستاف والخدمين بيبقوا اجازه. يعني احنا لوحدنا على اليخت خالص. انا عمري ما قعدت مع راجل لوحدينا بالليل وعلى يخت وفي وسط البحر. شوفي يا سكرة، انا عايزك تتاكدي ان انت في امان تام. انا متعوده ان الرجاله ممكن تنتهز فرصه زي دي، خصوصا في مكان زي ده، بس انا متاكده ان انت جنتل. الموضوع مش كده بالظبط يعني، الموضوع ان انا مش مؤذي خالص. مش مؤذي؟ اصل انا ليا حكايه كده مع الستات. حكايه؟
حكاية ايه؟ وانا مع واحدة ست ما بحسش بحاجة خالص. معقولة؟ انت جربت؟ ايه اللي جربت؟ وانا ورايا حاجة غير اني اجرب. ايش سمرة شقرة بني؟ اكسكيوز مي. ولا حاجة ولا حاسس بحاجة. زلطة. انا زلطة ولا حاجة خالص؟ انت كده بتهني. لا مش الفكرة حبيبتي، هي الدنيا كده، زي ما تديلك تاخد منك. يعني انت ما تقدرش لا تحب ولا تتجوز؟ ما اقدرش. انا حبيت مرة، ولو سمحتي انا مش عايز اتكلم في القصة دي تاني. ايه تحبي تكي حاجة؟ لا احكيلي. مش عايز اضايقك. بالعكس مش هتضايقني خالص. كانت اول سنه ليا في الجامعه، كنت بحب بنت اسمها ناديه. ابوها كان عنده اجنسي كبير قوي، كانت بتلبس نظاره. كنا بنقضي معظم وقتنا في العجمي، وفي ليله صيف والجو كان صيفي قررنا نبوس بعض. انا قلعت النظاره وهي قلعت نظارتها. ما علينا، 8 ساعات. معقولة؟ 8 ساعات؟ ما هي رخرة فرفرت في ايديا ونقلوها لمستشفى، حاولوا ينقلوا لها دم بس الحقيقة قلت فرنسا وقررت نفسي على تلويس فرويد. دخلنا في اشعه معايا، بس اعمل ايه؟ عارف ان مفيش فايده. مفتاح النور عندك جنب العمود. تنشر علي. تنشر عليك؟ ايوه. تصدق يا سولي؟ ايوه. انت الراجل فرز تاني. Thank you.
القمر الكل اللي عليك. ايه الاخبار؟ اجريني عندي ليك خبر يجنن. خير؟ انا اتخطبت. ايه؟ سليمان اتقدم لي وهنتجوز في الصيف. اتجننت يا زكي؟ اتجننت ليه؟ ما ينفعش تتجوز سليمان. ليه بقى؟ عيبي ايه؟ ما ينفعش يا زكي. ايه اللي خلاها ما تنفعش؟ ما هو قاعد بيتجوز واحده ويطلقها تاني يوم ويتجوز التانية ويطلقها، يعني جت عليا انا؟ راجل يتجوز راجل ليه؟ اهو استقرار. قمرين قمرين دول مولعين. زكي حبيبي. زكي زكي ايه؟ انا شايف ان اعصابك تعبانه وعايز تهدالك يومين. بطل بقى تعاملني بالطريقه ديت، انا مش غبي، انا عارف كويس ان في مشكله. طيب امه لازم توافق، بس انا ما يهمنيش، انا واثقه من نفسي واثقه كمان ان سليمان ممكن يضحي بالدنيا كلها علشاني. طيب فكرت هتعمل ايه في شهر العسل؟ اه فعلا دي مشكله، بس الحقيقه انا اتكلمت فيها انا وسلمتي. مين؟ سلمتي. اه سلمتك. اه يا ترى هنقضي شهر العسل فين؟ في باريس ولا في هاواي؟ في باريس يا نونا ولا في هاواي يا سلمتي؟ في الاخر استقرينا على ايطاليا، اعتقد ان ايطاليا من البلاد اللي تجنن. زكي ايه؟ الموضوع ده هيبان وهتتفقس. انا عارف ان في وقت مناسب هننفصل فيه. طب الوقت المناسب ده امتى ان شاء الله؟ مؤكد بعد كتب الكتاب. مؤكد هيطلب الطلاق قبل الفضايح، وساعتها انا بقى اللي هاخد النفقه. قمرين قمرين دول ولعانين، قلبي بيسالني عليه. زكي في قانون في البلد. ما كفايه بقى، سيبني يا اخي عيش. نفسي اتجوز واحد مليونير يصرف عليا يستتني. يعني عاجبك عيشتنا ديت؟ تنطيط ويوم شغل وعشرة بقى، في ايه بقى يا عاصف؟ زكي انا عايزك تنسى الموضوع ده خالص، وعايزك كل يوم الصبح تصحى من النوم كده هتقول انا راجل 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 ايوه انا راجل انا راجل انا راجل. طب اعمل ايه في الهديه اللي جابها لي سليمان دلوقتي؟ ديت ايه؟ جاب لي اسوار الماس. ايه؟ اتفرج. دي الماس حر. يا طبعا، هو انت فاكر خطيبي ايه؟ صايع غشاش؟ بكره يجيب لي بدل الاسوار 10، ويجيب لي فيلا وعربيه ولانسس. هو انا بيه، اتفضل معايا. بص يا ريس، حجواني. مين؟ عباس. فينك يا راجل؟ ده احنا قلنا انك مش جاي. مش جاي ليه يا حبيبي؟ قلنا انك تستكت بعد اللي عمله أستك. اه كله هيتأستك ان اجيلا او عجيلا. صح، بس مين اللي عليه الدور؟ اتفضل خش. اخش فين يا حبيبي؟ جوه عشان تتفتش. العجواني يتفتش؟ اتبهنا عليك نسيت. في حد يجي يخش اجتماع الراجل الكبير من غير ما يعدي على الجمرك وتقلب؟ ماشي نتقلب المره دي. انا ما بشيلش سلاح. معقوله يا راجل معكش سلاح؟ معقوله حلاوتك دي؟ ده فاضي. ايه ده؟ مضرب تنس زي ما انت شايف. مضرب تنس ده رقر؟ لا ده مضرب جولف. مش فاكر يا باشا. يعني ما زرتش الخن؟ ما افتكرش يا باشا. ما تفتكرش كمان الدم اللي كان على جزمتك اللي بعت تشتري غيرها؟ يا باشا تلاقيني وانا باخد دقني نقطتين دم وقعوا على الجزمه عصوها. ليه؟ انت بتحلق بالجزمه؟ انا بنام بالجزمه طول عمرك.
يكون في علمك احنا عارفين كل حاجه. انتوا مين؟ احنا والاتنين الشهود بتوع الجراج والاتنين المحامين بتوعك اللي قلبين عليهم الدنيا. حد يا رجاله فاكر حاجه من الكلام اللي بيقوله الباشا ده؟ لا يا باشا. ما تقلقش يا عجواني احنا وصلنا لهم خلاص. اوكي يا حبيبي. اوكي. انت اتعلمت انجليزي فين يا عجواني؟ في كي جي وان يا باشا. يا ننوس عينه. صدق يا عاصم انا حاسس اني سبت اي كلام. ست مش جدع تاخد اسوارة من راجل وفي النهايه تضحك عليه. انا هعملها شيء وانا صغيره مش ده كلامك؟ خلاص بقى ما انت صدقت. وبعدين الراجل قلبه هيتكسر لما يعرف ان لا يمكن هتجوزه. يا اخي راجل ايه بس؟ سكرها يلا بقى هنكسر لما تعرف اني مش مليونير. هي الدنيا كده سابق خيل. انك طول عمرك تخسر عشان تكسب مره واحده. انت ايه اللي فكرك بالسبق دلوقتي؟ ما صدقني خلصنا منه. يعني انت معاك الاسوره وانا معايا سكره. يعني انت معاك الفلوس وانا معايا الحصان. فهمت؟ ايه؟ جالك زغطه ولا ايه؟ بص هناك. نهار اسود. طب يلا بينا بقى نزق عجلنا بقى. مش شبه 40. ليه الحلوين مش من مصر ولا ايه؟ لا احنا سياح من بني سويف. انتوا فين يا جماعه؟ مالكش دعوه. انا بنتصل بيه. احنا اللي هنتصل. هما طخ تاني. طخ عليك وطخ عليا. يا خسارتك يا زكي. انت هتقعد تعدد لي. اخلص. اللي هيجهزني ان احنا بعد ما نموت هنروح المشرحه. ساعتها هيكتشفوا ان احنا رجاله. صراحة دي موتة تكسف. تعرف تلم هدومك وخلصت ونمشي من هنا؟ بلم مرموك. طب يلا. عمرين انت حاطط العاصي. انا بتحصل على سلماتي. ساكت كويس. احنا نبيع الاسوارة ديت. ايوه واخد بالك. وننزل اسوان نعيش هناك محدش يعرفنا. شكلها هترس على كده. بقول لك ايه؟ احنا مش ناسيين حاجة؟ ما يتهيأليش. ميه دي حلاقة بسرعة. ثواني. كده خلاص. كله تمام مش ناسي حاجه. لا ناسيها. ايه سكره؟ ايه الناس بتجري ورانا وانت هتقعد تحب لي في التليفون؟ امال عايز ايه؟ عايز اسيبها وامشي؟ وايه يعني؟ ما طول عمرك بتسيب النسوان تخبط راسها في الحيط. الكلام ده لما كنت بعزف ساكس مش لما بقيت مليونير. خلاص يا عم ابعت لها جواب ابعت لها كارت هنلاقي الناس دلوقتي قدامنا. الو ايوه سلام ده من اليخت. الو انا مبسوط اني سمعت صوتك. والخطأ اما انا حلمت حته دين حلم يجنن فظيع. امبارح تقدري تقولي ان انا ما نمتش كويس يعني ما غمضتش عين. اول ما صحيت من النوم كان نفسي اكلمك بخصوص بقى ميعادنا النهارده. ما تكملش هستناك عند المرسى بعد العرض. لا 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 مش هينفع. مسافر قطر. فعلا؟ انت اتخضيتي كده ليه؟ هتقعد قد ايه؟ مش عارف اجيبها لك ازاي. انا مش راجع. مش راجع؟ شغل. يعني تقدر تقولي ببساطة ان احنا هنعمل شركة تضامن مع شركة قطرية لصناعة الحلي. وعلى فكرة صح ده انا بحط مخصوص جهود بالطيارة. انت بتعمل ايه؟ الله في ايه؟ شش. فعلا ده حلو قوي. انا عمري ما جالي وردة حلوة كده. ايه ده تحفة. دي الماس حقيقي. دي تساوي مش عارفة. انت على طول لذيذ كده. دي هدية متواضعة بعبر لك بيها عن مشاعري وعن اللي عملتيه معايا. انا ما عملتش حاجة. حسب لوحده. طب مع السلامة بقى. حابب تحسن ان يفوتوني. ها جه الوقت اللي اقولك فيه ربنا يوفقك. مع السلامة. انا مش عارف انت عايز توصل ليه بالظبط. فين السوارة بتاعتي؟ بتاعتك؟ ايوه طبعا دي شبكتي. بقول لك يا زكي احنا متفقين على اي حاجه تيجي بتاعتنا احنا الاثنين. ماشي يا اخويا. فين الاسوره بتاعتنا احنا الاثنين؟ اهدى بس اهدى اهدى. اكيد عملت بيها حاجه غلط. تلاش الاسوره في مكانها المظبوط. مين؟ مين؟ انا سكره. ثانيه واحده. اتفضلي اتفضلي.
شكرا. ايه يا سكرة في ايه؟ حسيت ان دماغي بتغلي. عجبتك؟ طول عمرها عجباني. هديته هو سافر قطر هيتجوز. هو قبلنا هيتجوز؟ انا لو منك ارميها في وشه. ما اقدرش، ده اول راجل لطيفه قبله في حياتي، بعدين عمر ما حد جاب لي حاجه من غير ما يبوظ حاجه. خلاص يا حبيبتي لو انت محرجه اديهاني انا وانا ارميها في وشه. اوعي تقولي كده يا نونا. بكره تنسيها سكره. انساه؟ انساه ازاي؟ حتى لو فكرت كل ما هاجي لو اشوف حد بياكل ساندوتشات سوسيس هفتكره. ممكن اعرف ازاي تتصرف في سيختي كده؟ لا هنعرف نسافر ولا حتى هناكل عيش. انت رايح فين؟ مش من باب يا ابني. تعال تعال لا حد قدامنا ولا حاجه اخلص. طب الساكس والترمبت امسك. اوبا ولا انا اومر. ايدك نظيفه؟ نظيفه يا ريس. وشي وقفه؟ وشي وقفه. بص كمان سيف هات البت على 200 جنيه امسح لي الجزم. اومر يا ريس تخسر انت يا حلو. حتى مهزور خلي غيرك يلعب بقى. على فكره يا ريس انا سمعت كلام كده بيتقال والله اعلم ان الرجل الكبير زعل اللي حصل لقصدك، وبيتقال والله اعلم ان هما الاثنين كانوا زمر في زنزانه واحده. مش هي دي؟ قول انه كبر قلبه ضعف لازم يعتزل ويسيب المهنه. بقول لك يا ريس. قول اخويا. انا رايي انك تتقدم اقتراح في اجتماع النهارده. انت مالك قاعد يا انا حمال الكلام ده؟ خليك في حالك كمل خلصني. دي مشكله يا ريس. ولا مشكله ولا حاجه، هيجي اليوم اللي نخليه قابل استك ونقستكه. مساء الخير. مساء النحس. رايحين فين يا حلوين؟ رايحين في داهية. دول بنتين بتوع السلم يا ريس. شكلهم ايه البنات دي؟ شكلهم كده مش بنات من اصل. صح كده نفس الوشوش. والشنطه اهي عليها الرصاص. كده بقى يبقوا الاثنين المزيكاتيه بتوع الجراج. اسمع خفيف منك ليه؟ ما عرفتوش تخلصوني منهم هناك يبقى تخلصوني منهم هنا، مفهوم؟ هسنوني. يمين شوية. حاضر يا حاج. شمال شوية. حاضر يا حاج. هوبا. هوبا. طبعا كل يا مشكة. واحد عاصم. ايوه انا مش هقدر اقلع الراجل ده. ليه يا ريس؟ احنا لازم نكمل. امسكوهم. لا 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 لا
عملتوا ايه؟ زاغ يا ريس. وانتوا كنتوا فين؟ كنا معاك يا ريس. طول عمرك كأنك غبي وعارف انك هتوديني في داهيه. متقلقش يا ريس، بعد الحفله كله هيبقى تمام. دي قبل ما نبدأ حفلنا عايزين نقف كلنا دقيقة حداد على روح خمسة من أعز رجالتنا ماتوا السنة دي. أنا بقول نقف أحسن. يلا مش شوية اظبط نفسك. انتوا عارفين سنة الحياة، لازم الواحد يجي عليه وقت يسلم الراية للي بعده. اسمعوني انا عموما رشحت واحد من حبايبنا القدام. في مجموعة هتقول انه كبير في السن، في مجموعة تانية هتقول انه بيتعدى حدوده. الحقيقة انا بقول ان الراجل الشجاع صعب ان الواحد يتحكم فيه. هو صحيح موضوع الجراج ما كانش لازم يحصل علشان شكلنا وعشان علاقتنا، كمان موضوع الاتنين المزيكاتية اهمال، مش كده يا عجواني؟ اعتبرهم ماتوا، دول من خمس دقايق بس كانوا تحت ايديا، يعني فلتوا منك مرتين. ده يبقى اسمها مياصة. سوري اقصد تسامح، ما انت روحك عالية. على فكرة انا لما عرفت ان النهاردة عيد ميلادك قررت ان انا اهديك اكبر تورته. عيد ميلاد انا؟ ده فاضل عليه اربع شهور. يا راجل هي الشهور بتفرق بين الصحاب. يلا يا جماعه هابي بيرثداي تو يو هابي بيرثداي تو يو هابي امسكوهم امسكوا الولاد دول. ايه اللي حصل؟ يبدو ان فيه مشاكل بينهم وبين التورته. هربوا مننا. ورايا. ما تشغلوش بالكم، مش هيقدروا يهربوا، رجالتنا في كل مكان. سمعتهم بيقولوا ايه؟ مش مهم، هما مش مراقبين المرسى. اتصل بسليمان بسرعه خليه يستنانا عند اليخت. بقول له ايه؟ قول له انت هتتجوزهم.
اتجوزوا ازاي والشرع والقانون؟ مش مهم شرع القانون دلوقتي، المهم ما تموتش. اخلص. اهلا يا نونا. مني اسمع صاحبتي. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. استنوني ايه دي صاحبتكم؟
على مهلك يا روح. يلا بينا. هاي نونا. انت ايه اللي جابك؟ ما انا قلت لك انا مش نبيها قوي. شوفي يا بنت الناس، انا مزيف، انا حي الله حته عازف ساكس في فرقه. اسمعي الكلام. انا عارفه. طب لما انت عارفه ما تعملي في نفسك جميله وترجعي، انت ممكن تتجوزي مليونير. مليونير؟ عارف حدوته المليونير اللي كان عنده عقده ومحلهاش غير الحب؟ عارفها ولا احكيها لك؟ انا مش عارفها. احكيها لك؟ يا ريت. على فكره يا روحي، ماما انبسطت خالص لما عرفت ان انا هتجوز، ومصممه انك انت لازم تلبسي فستان فرحها اللي اتجوزت فيه. لا اتجوز ايه والبس ايه؟ لا انا ما اقدرش البس فستان فرح مامتك، ده مؤكد، ده قديمه. انا عايزه فستان كاجوال. وماله يا عيني؟ نعمله كاجوال. لا اصل انت ما تعرفش عني حاجات كتير يا سلمان، يعني انا ما ينفعكش، انا ست مهمله قوي. يعني انا اللي نظامي قوي؟ ما انا مهمل يا روحي زيك، وماله؟ بصراحة أنا ست صايعة وكان ليا ماضي وعرفت رجالة قبل منك. يعني أنا اللي معرفش ستات قبل منك؟ أنا عرفت ستات ياب، ده أنا مقطع موصل. أنا مش هخلف أبدا حتى لو عملت فيها رامبو. وماله يا روحي؟ أنا مش عايز في الدنيا حد غيرك أنت يا غالي. إيه؟ إيه ده سليمان؟ ده مفيش احلى من قعدة الرجالة يا راجل. رجال. افتح 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 للهوا شبابيكك، افتح وما تقفلهاش، حدش في الدنيا شريكك، عيشها وما تعقدهاش. افتح للهوا شبابيكك، افتح وما تقفلهاش، حدش في الدنيا شريكك، عيشها وما تعقدهاش.